إلى الصيف، أين تساقطت كميات معتبرة من الثلوج على المرتفعات الشمالية للولاية وتحديدا بأعالي جبل أو جبل مقرس الذي كان قبلة لبعض الشباب وبعض العائلات يوم أمس. ميكروفون فارس شايب. راني طلعت المقرس، الله يبارك، الأجواء رائعة، ثلج، راوي بشر بالخير إن شاء الله. حاجة مليحة، راني مع الوليدات والمدام، الله يبارك خير ربي. عجبتنا هنا البلاصة، مليحة، الثلج بربي إن شاء الله، راهو عام تاع خير إن شاء الله، والبرد بزاف هنا، ونحمدوا ربي على الثلج هذه والنعمة، وإن شاء الله يكون فيها خير إن شاء الله. سمعنا في النشرية باللي رايح يصب الثلج، تما هنا طلعنا المقرس، خلصنا صلاة كبير، طلعنا طول مع ولاية الكارطي، طلعنا هنا بنشوفوا الثلج والحمد لله يا ربي. كما تشاهدون سقوط كميات معتبرة من الثلوج على المرتفعات الشرقية للجزائر، ونحن متواجدون بجبل مقرس على ارتفاع يفوق 1000 متر، وكما تشاهدون سقوط كميات معتبرة من الثلوج تبشر على أن العام الجديد عام خير، وسنوافيكم في النشريات اللاحقة إن شاء الله على كل جديد يتعلق بالأحوال الجوية. من أعالي جبال مقرس، فارس شايب لتلفزيون النهار.